مش الممثل اللي هو اللي بيتقمص الشخصيه، لا، الشخصيه اللي بتسكن الممثل، فلازم يعيش الشخصية دي طول الوقت. شفت شغف، شفت، وإن شاء الله اللي يعني اللي جاي هيبقى أكتر وأعمق، وإن شاء الله المرة الجاية أقعد أعمل ووركشوب بإذن الله. بصراحة البرنامج مفيد لكل الفئات، لفئة المبتدئين وفئة المحترفين. الميديا شكلها بيتغير أول ما دخل البلاير السعودي، مثل ما بنقول، يعني محظوظة إن أنا من الناس اللي شافوا ده وعاشوا ده من أوله. وعلشان كده حبينا نعرف من هند إذا بتخطط لخوض عمل سعودي قريبا. أتمنى إني أشارك في فيلم سعودي كان حيحصل في فيلم اسمه سكيلز من سنتين، لكن للأسف كان عندي تصوير ساعتها، كنت بصور نورة تحلم والمواعيد ما زبطتش، لكن أنا متأكدة إنه هعمل فيلم إن شاء الله مع مخرج أو مخرجة سعودية قريبا إن شاء الله. الجمهور السعودي هو اللي هيبقى الترمومتر المنطقة كلها، فلو حاجة نجحت هنا ده معناه انها هتنجح في كل حتة تانية. فكرة الغناء الراب جت من رامي إمام المخرج، هو اللي أصر إنه نغني. ده عندها أكتر من مسلسل بتشتغل عليهم، علشان كده حبينا نعرف منها إذا عندها عمل درامي في رمضان 2023. للأسف مش هكون موجودة في السباق الرمضاني 2023، علشان بصور مسلسل أوف سيزن للأم بي سي، غالبا هيتعرض آخر السنة، فعلى بال ما خلصوا مش هلحق أدخل رمضان، وبعد كده في البحث عن علا الجزء الثاني تصوير في أول يناير، فأعتقد أنه صعب أنه أدخل حاجة ما بينهم. عندي مسلسلين في رمضان على الام بي سي، حصر الام بي سي. طبعا تحيتنا لهند صبري. ريتاش كمان بينعرض لها حاليا عملين على ام بي سي وشاهد، وهن المرزوقة وبنات الثانوي، وهو من إخراج رشا شربتجي. وبعد شوي كمان هتشوفوا لقائنا معاها من زيارتها هي والفنانة القديرة منى واصف لمركز راشد لأصحاب الهمم في دبي.